أقسم بالله العظيم أتتني تهديدات من أصدقائي وأهلي وجيراني، تهديدات من زوجتي، تهديدات من أبي وأمي. قالوا لي إذا لم ترجع إلى دينك، إلى دين أهل السنة، سوف نعتبرك مرتد، وسوف نبلغ عنك الشرطة اليوم. عادي ابلغوا عني الشرطة، أنا لن أرجع عن قراري، أنا شيعي شيعي شيعي، أنا حولت من دين أهل السنة إلى الشيعة، أنا شيعي شيعي شيعي. واعتبروا هذا الفيديو دليل علي، واقبضوا علي اليوم. الله معي، وسيدي علي بن أبي طالب معي. أقسم بالله تهديداتكم لن تنفع. أمس زوجتي تركتني، طلبت الطلاق مني وذهبت إلى بيت أهلها، زوجتي السنية، وأمي السنية تركتني، وأبي السني تركني. أنا أقول لكم تهديداتكم لن تنفع، روحوا بلغوا الشرطة عني في السعودية في الرياض. أنا أقول لكم قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين، دين الشيعة، لن أتركه، لن أتركه. أنا مش خايف منكم، عرفتم؟ أنا مش خايف، مش خايف. يكفي أمسكم لما أخرج الشارع أصدقائي وجيراني يهددوني إنه سوف يحبسوني اليوم. أنا أقول لكم لن أخاف منكم، الله معي وسيدي علي معي، لن أخاف، لن أخاف، تبا لكم، الله معي.